الصناعة والتجارة، السيد نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة بجهة بابين أسطاف، السيد عمر القداوي غرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية، إخوان مسؤولين عن وكالة تشغيل لانابيك، السيدات والسادة، السيد محمد السميحي عن المديرية الجهوية للضرائب، السيدات والسادة كل بصفه وصفته، مقاولين ومقاولات، ممثلين عن مجلس الجهة طنجة سيكون الحسيمة، مجموعة المقاولين، جمعية مهنية الحاضرة معنا في هذا المؤتمر الوطني الأول. فأرحب بجميع الإخوان المقاولين اللي جاو عندنا من ربوع المملكة لحضور أشغال هذا المؤتمر الوطني الأول. يسعد الهيئة المغربية للمقاولات ترحيبا بكم في مؤتمرها الوطني الأول الذي يأتي بعد 4 سنوات على جنب العام التأسيسي، حيث كانت انطلاقة هنا من عاصمة شمال المملكة. وقد جاء تأسيس الهيئة المغربية للمقاولات بعد الخطاب الملكي السامي في أكتوبر 2019 بمناسبة 9 سنة الشرعية الرابعة من الولاية الحكومة السابقة، والتي كان نبه فيها جلالته إلى صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقرون وضعف مواكبة الخريجين وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة. المؤتمر الوطني الأول هو محطة تنظيمية وطنية بعد مسار حافي الحمد لله ديال الهيئة، اشتغلت فيه على هيكلتها وطنيا في مجموعة من الجهات المملكة، تمثيليات في مدن وجهات أخرى، جهة شرقية، جهة الأقاليم الصحراوية، جهة الرباط، دربيدة كذلك، فاس. فالحمد لله الهيئة بعد مسار اشتغلت فيه على مواكبة وتطوير المقاولة، اشتغلت فيه على الشق الترافعي واللي مهم كذلك من خلال وضع مذكرات في قانون المالية، في الصفقات العمومية، في العقود الخاصة بالتكوين. فهذا المسار اللي اشتغلت فيه على مواكبة مقاولة للتعريف بالبرامج الحكومية طبعا والمستجدات الاقتصادية، فكتجي هذه المحطة اللي اختارنا لها شعار تقوية المقاولة الصغيرة دعامة للتشغيل والتنمية الاقتصادية ما له من أهمية، خصوصا محور ديال التشغيل في بلادنا، وطبعا للأهمية للمقاولة الصغرى في خلق فرص جديدة للتشغيل. طبعا المقاولة الصغيرة تحتاج منا كل الدعم والمساندة والمواكبة لتنميتها وتطويرها إن شاء الله. فأشغال المؤتمر ما زالت قائمة إن شاء الله طيلة اليوم للمصادقة على الوثائق، منها القانون الأساسي وكذلك المخطط الاستراتيجي، والمصادقة على التقارير الأدبية والمالية ديال الهيئة المغربية، وانتخاب الرئيس للهيئة المغربية، طبعا ختاما رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله. كنشكر الهيئة المغربية للمقاولات على هذه المبادرة هذه وعلى هذه الثقة اللي دارت في جمعية النساء المقاولات اللي حنا كنمثلوا جهة طنجة تكوان الحسيمة. باختصار نتكلم على بالنسبة لكاين بعض الناس اللي ما عارفينش، جمعية النساء المقاولات هي جمعية وطنية موجودة في 12 جهة في المغرب، وعندنا جهة 13 التي تتكلف بالنساء المقاولات مغاربة العالم. الجمعية ديالنا في جهة طنجة تكوان الحسيمة عندها واحد الخصوصية أنها لا تواكب فقط النساء ولكن تواكب أيضا المقاولات التي فيها يعني شراكة من المقاولات المختلطة، كاين شراكة ما بين النساء والرجال. اليوم كنحضروا المؤتمر الوطني الاول للهيئه المغربيه للمقاولات اللي كيتجمع مجموعه ديال الشركات والاطر الاداريه بالجهه للنهوض بالمقاوله وحلول مشاكل المقاوله بجهه طنجه تطوان الحسيمه. خلال هذا المؤتمر هذا تم توقيع اتفاقيات بين مؤسسات وجمعيات مهتمه بمجال المقاوله في جهه طنجه تطوان الحسيمه، وان شاء الله في الجلسه الثانيه غادي يكون انتخاب المجلس الوطني للهيئه المغربيه للمقاولات، كما انها مناسبه باش نناقشوا المشاكل اللي عاشتها الشركات الصغيره والمتوسطه من بعد الازمه ديال كوفيد. اجرت تبلغ 1500 درهم في الشهر لمده 9 اشهر، دونك بالنسبه للعاملين يمكن لهم يستافدوا من هذه المنحه، خصوصا غير حاملي الشواهد. ما تعرفوا بالنسبه للبرامج اللي كانت تقدمها الوكاله كانت موجهه اساسا لحاملي الشواهد البكالوريا او ديال اللغيه ديال التكوين المهني، كانت يستافدوا من العروض ديال البرامج ديال العقود الادماج. بالنسبه للمؤسسات اللي كانت تبغي تشغل غير حاملي الشواهد، ما كانش واحد البرنامج اللي هو ادابتي يمكن لهم يستافدوا من بعد البرامج من اجل التحفيز ديال هذه الفئه هذه. الان مع برنامج اوراش كاين هذه الامكانيه
دونك كما قلت لكم اي مؤسسه بغات تشغل سواء غير حاملي الشواهد او لا حاملي الشواهد يمكن لها تستافد من واحد المنحه شهريه ديال 1500 درهم لمده 9 اشهر. المؤتمر الوطني للهيئه، المؤتمر الوطني الاول للهيئه جا في واحد الظرفيه مهمه اللي غتكون محطه مهمه في التطوير وتقدم الهيئه في البرامج ديالها الا وهي مسانده المقاولات. هذه المحطه اساسيه من بعد اكتمال مجموعه المكاتب الجهويه جات المحطه لاعاده تجديد الهياكل، وهذا التجديد غادي يعطي واحد الدفعه نوعيه للهيئه المغربيه من خلال وجاب موازات مع واحد مجموعة البرامج المطروحه على الساحه، برامج ديال الدوله لدعم المقاوله، وكان ولا بد ان الهيئه المغربيه للمقاولات تواكب هذا التطور اللي حاصل في المغرب وتمشي قدما ان شاء الله في تطوير القطاع المقاولاتي في المغرب. شكرا. اليوم حنا كنحضروا في المؤتمر الوطني الاول للهيئه، واللي هو ماشي كيجي كتتويج واحد المسار ديال 4 سنوات ديال الشغل الهيئه على مستوى جهه تطوان الحسيمه والانفتاح ديال على باقي الجهات وتاسيس واحد المجموعه ديال المكاتب الجهويه في واحد 4 الجهات، وهناك يعني اعداد لتاسيس باقي الجهات على المستوى الوطني. اليوم عندنا المؤتمر في فترتي الصباحيه والمسائيه. الصباح كانت فتره جلسه افتتاحيه عامه، ومن خلالها تم عرض واحد مجموعه البرامج ديال المؤسسات الشركه الهيئه، تم كذلك توقيع واحد مجموعه الاتفاقيات وتكريم واحد مجموعه الوجوه اللي هما ديال المؤسسين ديال الهيئه، وكذلك بعض الشخصيات اللي شرفتنا بالحضور خلال هذا الصباح. العشيه غتكون عندنا في ضمن اشغال فعاليات المؤتمر المصادقه على الوثائق الخاصه بالهيئه، وكذلك انتخاب المكتب الوطني الجديد، وان شاء الله تكون هذه محطه مهمه من خلالها غادي يتم يعني تاسيس العمل خلال البرنامج العمل ديال الهيئه خلال الفتره القادمه، واللي فيه واحد المجموعه ديال الانشطه اهم، وغادي يكون الملتقى الاعمال الثاني في الدار البيضاء ان شاء الله في شهر فبراير. اشكركم مجددا، اشكر المؤتمرين، اشكر الحضور جلسه افتتاحيه ولا في الجلسه الثانيه على حضوركم معنا وبقائكم معنا حتى هذه اللحظه. فنطلب الله نتلقاكم ان شاء الله في فرصه قريبه، والهيئه دائما في الشغل وستستغل ان شاء الله على مستوى الوطني بجميع الفروع ديالها. نطلب الله التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمه الله.